بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي ما يتعلق بالقسم الثالث، وهو لماذا ندرس التوحيد وأهمية التوحيد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرشيق وحين سؤال ما يسترني درسي أبو دنبيي قيبتي ستحاد وأهيد محال إدراسينينا وأخرينا توحيدك. نعم، ذكرنا أن القسم الأول المسائل الأربع وجمعت في سورة العصر. وحن سوشيقني قيبتي وجوه رئيسيني أهيد المسائل الأربعة تانا وحال لغو جمعيي سورة العصر. القسم الثاني المسائل الثلاثة. قيبت لبادنا ومسائل سيد حذاء. والمسائل الثلاث، المسألة الأولى، من يذكر لي المسألة الثلاث؟ نعم، بسم الله. اي نعم، ما هي المسألة الثلاث؟ المسألة الأولى توحيد الربوبية والأسماء والصفات، المسألة الثانية توحيد الألوهية، المسألة الثالثة البراءة من الشرك. الله تعالى. نعم. الأخ في وحال ويديي مسائل سد حدا محيط هاي وكتشوابي مدهر وحويري وتوحيد الربوبية هي توحيد الأسماء والصفات، كان لبادنا وتوحيد الألوهية كان سد حدنا وإن لقبر النقضه شرك جيها الكيسة. نعم، أخذنا أيضا أن البراءة من الشرك وأهله كيف تكون؟ نعم، وحن سوق هذا النقل لقبر النقضه شرك جيها الكيسة ساتي كدع كرتاف وسؤال. نعم، تكون نعم. طيب، اجلس. ثلاثة أمور. نعم، وهي بالقلب إقرار واعتراف، ثم باللسان أنني براء مما تعبدون، ثم بالجوارح. الله يفتح عليك. يعني إذن البراءة من الشرك عليك تكون بأمور ثلاثة. نعم، وحو ولا تقجوا بسير السحرة هيد وحات تقبري نقوم كرتا شرك لي أهل كيسكو قلبك. نعم. لبو حبنها سدح عربك. نعم، إذن البراءة من الشرك وأهله تكون بالقلب واللسان والجوارح. نعم، إن لقبر نقض الشرك يا أهل كيسة وحيك يعني قوة هنكرتا قلبك، إن لقبر نقضه يعرب طيح منها. نعم، ثم أخذنا القسم الثالث، لماذا ندرس التوحيد وأهمية التوحيد. وحن سوق هذا نكذب قيبه سدحات وآه محان توحيدك ودراسينينا وأخيينا يا أهمية التوحيد كليه. القسم الرابع قيبة أفراد. ما هو القسم الرابع؟ قيبة أفراد محيا هاي. ما هو القسم الرابع في هذا المتن المبارك؟ القسم الرابع في هذا الكتاب. من يعرف؟ نعم، شرح الأصول الثلاثة. إذن نحن الآن في القسم الرابع وهو شرح الأصول الثلاثة. نعم، قيبت أفراد وحويان وشرح الدا متنقا أصول الثلاثة. نعم، الأصول الثلاثة قد تقدم معنا باختصار هي أسئلة القبر. أصول الثلاثة أيضا قوبا أيان صومرني بحوها أيضا الاحتساريين بان صومرني. نعم، نبدأ بالقسم الأول، بالأصل الأول. أصل فوقه الريان كبلا بين هدر معرفة الله وقرشد الله سبحانه وتعالى. معرفة الله سبحانه وتعالى، إذا قيل لك من ربك؟ نعم، قرشد الله وحوه سبحانه وتعالى هدي لقوي ديو ربك. لو قال لك قائل من ربك ماذا تقول؟
qof haduu ku yidhahda rabbiga waayo maxaad ku oran lahayd لا لا نحن لا أحد يتكلم عيب هذا لا أحد يتكلم من دون يرفع إصبعه هذا سوء أدب في مجالس العلم نعم برفع الإصبع نعم قل لهم ما أحد يتكلم إلا برفع الإصبع طيب قفك الربعين وهلوين وفرت كروا قادل نعم إذن السؤال الأول إذا قيل لك من ربك نعم ماذا تقول تقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه تعيد قل ربي الله الذي رباني رب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه نعم هذه اللغة دي ربك هو أيو حدث ربك هو الله والله أنيك يا أبوري والله برباري أو كون كان دم برباري كو برباري نعمة ديسة وأنا الله أروه أن عبود إيمان السقنان معبود استقعنا الرب أي أن الله خلق الخلق ربك وحوي الله وأله أبو سبحانه وتعالى أنك وأمدهم بالنعم بالرزق نعمويك سنسيه ومن تمام الربوبية أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام نعم ربنا يمدس عبادة ما يستريه وحاكم إذا إنه الله سبحانه وتعالى رسوش الله صدر الكتب نعم فإذا قيل لك بما عرفت الله هذه اللي هو يديه محاد ربك وقراني سبحانه وتعالى ما هي الأدلة على وجود الله بما عرفت الله محيتها أدلة تستنى يا إله سبحانه وتعالى جريتان كيسا نعم يقول عرفت الله بآياته ومخلوقاته وحضرني سا قال لي وحنكو قراني يا آياته سيئي وحيابه وأبوري ومن آياته الآيدي سو حكم ذا الليل والنهار والشمس والقمر أبينك يا مالينك قرح ذا إيوه ديحة الله يفتح عليك نعم إذن أدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى أدلة تسيني يساجرتانك الله سبحانه وتعالى طلوع الشمس غروبها صبحي قرح ذا يدعتانك إذا والمجرات والبحار والأنهار والأشجار وحيابها دريرية بدها أيها كمذا قيدها كمذا والسماوات والأرض للك إيو عركة أدلة على وجود خالق واحد سبحانه وتعالى مدبر وأدلة تفسينا يا الله سبحانه وتعالى جلتانك جل وعلا نعم إذن عرفنا الله سبحانه وتعالى هذه الآيات لأن الآية تدل على وجود خالق واحد مدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى الله هو حكو قراني سبحانه وتعالى جريتان كيس آيانا هذا النسوش يقول وتسيني إلى سبحانه وتعالى عدي ماذي سيوي لانكيس نعم هل يصح أن يصرف شيء من العبادة لغير الله؟ ما أنصح يا أو معقول متاهي إن شيء كم إذا عبادة سبحانه وتعالى لولا حيال غيرك لا يمكن سورة قل معها انتبه لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله سورة قل معها شيء كم يدعي العبادة سبحانه وتعالى لولا الحيو على غيرك من صرف شيئا من العبادة قليلا أو كثير لغير الله فهو مشرك كافر قفك وحكم يدعي العبادة سبحانه وتعالى أما هي هذا مهوي نادي كل حيو على غيرك سبحانه وتعالى وكن مشرك يا كافر لو في مرة واحدة في حياته حتى هل مر كم من النفيسة قرب لغير الله ولو ذبابة فهو مشرك شرك أكبر إلهي غير وجود هذا سبحانه وتعالى حتى دخسي فلا يقر قرن إنسان يكون قرن مشرك قفكاس إذن العبادة حق لله سبحانه وتعالى هذا عبادته هو حق الأولي سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصرف منها شيء لغير الله سورة قل ماءها وحكم إذا إلهي غيرك الله اللي يحيو لكن نحن طلاب والطالب ما يستطيع الحكم على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع فلان مشرك لا هذا ليس إلينا هذا لكبار العلماء لكن أنه وحن الله أرضي ها
haddaynu aragno qof ku dhacay shirkiga ama kufriga xugmin mayno way hawshaasi waxay u taalaa dadka ahlul cilmiga ee waaweyn نحن نتعلم الحكم على الفعل أما الحكم على الفاعل لابد من الرجوع إلى كبار العلماء وإلى المحاكم الشرعية هي التي تحكم على أشخاص أنه وحن برانينا فعل كاس وروح وكد عيون فعل كاس كفرية هاي أما الشركية هاي أما شخص عين في سئل الحكميه العلم قوانين أما محاكمة الشرعية أمبارك أقوان كقاري كرا نعم أنواع العبادة التي أمر الله بها نعيد العبادة الأمر سبحانه وتعالى منها الدعاء وحكم إذا بريضة الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء الله وقيبه وقيب سنتها دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء له يقن الدعاء وعبادة يدعاء له يقن الدعاء ومسألة دعاء العبادة هو دعاء بلسان الحال يصلي يصوم يتصدق يحج دعاء العبادة ودعاء ودعاء وقفك يعني حال كيسا وكرد عيو مثلا صلاة أو كلا حجك أو كلا عبادة وصمين أيو صرف دعاء العبادة لغير الله شرك أكبر عبادوين دعاء دعاء العبادة لإله ذو عبادوين كالغبان يا لغيك اللون لحي هو شرك يقال لمو الثاني دعاء مسألة دعاء طلب دعاء اللباد ودعاء مسألة دعاء لغير دعاء طلب ينقسم إلى قسمين يذا صلبه وقيف شمتار فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر وح يعني أن الله وح يعني وسنكري كريم الله سبحانه وتعالى وحنا عيني للي حيا وقال لمو طلب الولد الماء إلا ضلبه الرزق رزق إلا ضلبه إنزال الغيث روب يسود إلا ضلبه إحياء الأموات دد انت وحنا ولا لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر الله أم باكري كريم سبحانه وتعالى إلهي غيرك إلا اللي حيانا وكفر يا شركي أما القسم الثاني فيما يقدر عليه المخلوق فيصح بشروط أربع أما وحي وإنسانك وقف الله بدو وحي وقفك كري كرو وأنصحيا شرد وأفرأ أن يكون حي وفك أن يكون الطلب من حي وفك أن ينول يا حي لا ميت وحد انتي معها وحي وقادر لا عاجز إنه كري كرو ووحا إنه يعني سميه وحاضر أي موجود لا غائب ومفقود واحد شوقه وحا انو ياي وعلى كري كرو وقادر نعتقد انه سبب انو امنو انو ياي وحن السبب حي انو نول ياي وحاضر انو توبه وقادر انو كري كرو وتعتقد انه سبب الى امنت انو ياي وحن السبب يعني انا اقول لهذا الاخ اعطني كاسه ماء سيده ولا اقول له وحن سي كوبيا طلب اطلب من هذا كاسه ماء يصح ام لا لا أحد يتكلم أخواننا إلا برفع الإصبع نعم ما أنصحي يا أنا ورالكو أن سؤالك ويديو قفك جوابا يا فرتها تابع ننظر حي نعم حاضر نعم قادر نعم نعتقد أنه سبب نعم إذن يصح الطلب أفرت الشرطي قفك والله قهلي إنه قفك النول يهي إنه حاضر يهي إنه كريك رؤنا دامت إنه يهي صوب مرة أخرى الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء الله بيوقع بشمتها دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء له يغنى الدعاء وعبادة يدعاء له دعاء ومسألة دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر كمن صلى وصام وحج لغير الله دعاء العبادة قفكي ألا غيرك يقول لي حيا يوا كفر يقال لي صلاة يحجك إذا كذا كم إذا أما دعاء المسألة قلنا ينقسم إلى قسمين فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر دعاء المسألة يدنا والله وقي بود ويانو شيء علمه يعذك لو كريكرت أن لهين شيء قاسي هدي ألا غيرك يقول لي حيا وقال لي طلب إنزال الغيث سيد الرب إن لك إنه يما دل دلبه إحياء الأموات واحد أنت إن لصون ولا يدل بكسا نعم القسم الثاني فيما يقدر عليه المخلوق قيف طلبات وقيف إنسان كما مخلوق كريكر يصح قلنا بشروط أربع وأنصح يا لكن أفشت بكو أنصح يا حي إنه وحس النول يهي وحاضر إنه وحس التوقف وقادر إنه وحس كري كرو وتعتقد أنه سبب لا يضر ولا ينفع إن ذا من توحى إنه يهي السبب نعم سو حنا أن تري كري وحنا أن دبي كري فلو طلب من ميت هذو ميت وحكد له أو غائب هو مثلا هنا في كينيا ويطلب إنسان في الهند أما قف مقر وحكد البيض أو عاجز أما قف أن تبر له إنه وحكد البيض ينادي إنسان لا يسمع مثلا قف بقول واقع يقول أن مغلي كريم
وقلنا إذا اعتقد أن له تصرف خفي في الكون أو بيده جلب المنافع ودفع المضار فهذا شرك أكبر. هذا من توقفني أو سبات الشيء إنه وحنا نفعين كرو وحنا نبي كرو وكفر يقالني من يعيد لي أقسام الدعاء يا إيسو يعني علمك أي شيء كرا أقسامك دعوينك بسم الله. ينقسم الدعاء إلى إلى قسمين دعاء عبادة دعاء ودعاء مسألة دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر ودعاء المسألة قسمين نعم دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر غيره الثاني وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة وهي أن يكون قادر حاضر وأن يعتقد أنه سبب فقط وأنه حي حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب الله تعالى نعم إن ولكن سؤال شبه اللي ويديه دعاه من قيم قيمة الله لبدي قيمة الله لبدي أدرني اسمه وقيمة اسمه إيسا لبدي قيمة الدعاء وهو مثلا لبدي قيمة الله مد إلهي مو سبحانه وتعالى عدك لكري كريم تالي حدد وكفر يقالمو مد اللبادونا ومد إنسانك وكري كرم مخلوق وكري كرم تانا وحيكو أن سحكر تأفر شردي أفرتنا وهو إنو واحد سحي يهي إنو قادر يهي إنو واحد يسوب يهي والرابع يعتقد أنه سحي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب إنو حاس أنزين وحي يهي سوب نعم طيب مثل الدعاء الاستعانة دعاء وحا كم يعني مثال كذا وحا ويان والاستعانة وكلمة طلب أنا استعين بهذا الأخ في حمل هذه الطاولة وحن ولالك نقد البين وميس كنقاضه هل يصح تصح هذا الاستعانة؟ استعانة هذا النوع عصو كلمة صحيسة ننظر ونجينا إذا انطبقت هذه الشروط الأربع يصح الاستعانة وإلا لا تصح هذه أفضل تشرد عينه صوشي قني وقرب قني يعني قد بغرته وأنصحيه وإلا أنا ما أنصحيه الاستغاثة إنسان غرق في البحر قرقر دلب سيدة قف بدا كون منشوبي أما كون غرقوبي وينادي فلان على الشاطئ يقول يا فلان أغثني قف حفتا قم بقول ربك بقل هبل وكالي إيه قرقر يصح ما أنصحي سار نقص ننظر ونقينا انطبقت الشروط الأربعة يصح وإلا فلا وان ايجينا هذه اخر الشرطه انه سوشيال يعني كذا يعني قوه وفضله وان صحيه والا انا ما انصحيه الشفاعه كذلك الشفاعه هذا كمذا لمذا يقول يعني مثلا هذا يقول اريد ان تشفع لي مثلا في الدخول الى الجامعه مثلا سيدا القفل كله لو كان ولا واحد يغير قيسا بريد الجامعه هل يصح هذا ارك ما انصحيه ننظر حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب يصح أفرد شرطتي لو هو أنصحي وإلا أنا ما أنصحي انقسم الناس تجاه الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام ددك وحيوق بسمين سدح قيبوت مرك الله في ريو أسبابها صحيح مثل الصحة والشرك أصغر شرك ير والشرك أكبر يشرك وين الصحيح هو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا مد الصحة وحويان إنه روح آمنه وحو الله كدق السبب إنه يوحس السبب والله سبحانه وتعالى جعل لنا الأسباب إما شرعية أو حسية الله سبحانه وتعالى أسباب وحو كدق مد شرعية هي مد حسي وأنه أندريمك أنه شرعية مثل الرقي شرعية ذو وسيلة تفيده وكالي تكتفه حسية مثل الدواء حسي قلوه مثل الدواء وكالواي لديها آلام في البطن قفكني على وشك حن سنيا ماذا يصنع محو سمينيا اخذ يقرا على بطني الفاتحه يعني وحو اسكو اخرنا يا سوره الفاتحه على وشك يصح ما انصح يسع نعم سبب رقيه شرعيه هاو انصح اسم حالي ورقيه شرعيه وي. او ذهب الى مكان بيع الادويه واشترى دواء وشرب قال بسم الله اللهم اجعل فيه شفاء مثلا اما وحو تلقى يا ميلها دويين كل وقت في السياسه وكل دويين بصوغتي وكعبيا يصغرنا بسم الله يصح ما انصح يسع نعم لانه سبب حسي محايل لها وصوب دريم اذا هذا القسم الاول اذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا صحيح اما شرعا او حسا قيبتن وجوه الرئيس الروح وهذه وحي الله صوب كدجة وصوب أمين تهينا وأنصح إسا إما صوب إنه شرعي هاي وإما إنه حسي هاي الثاني
مد اللبات شرك أصغر وشرك ير يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه قفتني وحو آمين يا وحو سن الله صوب كدقا بو صوب كدقا يا وهذا ترى كثير نسأل الله عليه السلام تاني إن بدن بينه أكينا الله نقع فيه يضع على على بيته رأس ثوب وحو قريقي سألباب كدقا يا أما كركي سألقا يا ماذا حديدي أعين الذئام أما ليش أي سوقات ليش عين الذئب عين الذئب يعني ييدا إيش هذا حافر الفرس فرس كوب كيسة نعل قديمة يعني كوب قديمة أهري يضع خرق سوداء وحرق يا حرق يعني مذوب أشياء تأخذ من البحر وحياة وقد الغص وقاري بعض الأشجار على وحياة قارقود يكتب بعض الكتابات وحياة قرقرية يكتب مثلا الحسود لا يبقى وحكو قرية حاسد كوبلي ما ما باقي الحسود يموت مثلا حاسد كوادي من يصنع عندكم هذا كثير صحيح ايوه اي نعم هذا شرك اصغر كان هو شرك يروي اذا يعتقد انها سبب في دفع العين هذو قفكو وامنوا ان يصوب تاي واذا اعتقد هذو الروح امنوا انها تدفع هي العين بذاتها هذا شرك اكبر حتى يد اللفت قديني واحد دفاعي كرت وامسيه هاي وشرك قوينا اذا سام الناس في الاعتقاد من اسباب ثلاثه دتكو اعتقادك صواب كاسد حبيبي وقف فيه صحيح مد صحيحه وصغن اذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هدو امن وحي الله صواب قدق صواب وكدقه إما شرعا كالرقية الشرعية أو حسا كالدواء إما شرعيا هان وإما حسيا هان سيد دوضه وكله وإذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا فهذا الشرك أصغر هذه الروح آمنوا إنه كدقوا وحسن الله سبب قدها سبب وكدقوا والشركية وإذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته فهذا الشرك أكبر هذه الروح آمنوا سبب كالفتك سينو وحتى في رنك روح لابنك إليك رأم إليك رأي وشركي وينا يا الله قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت النبي صلى الله عليه وسلم لديه دار بيت صلى الله عليه وسلم قريب لها ولديه دواب وحولها دابت والرعقاري وأولاد حرب لها هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذه الأشياء اللي ضعها بعض الناس اليوم وحيا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وحوظ يعني ساري أمو بلقي مترا رأس ثور مدح دي مساري رأس أسد مدح اللي بح مساري سمك وحوت كلون أما كلون مصاري نعل قديمة كبر قديمة مصاري إطارات السيارات تاير رضا محوها هايو باورت مصاري حافر الفرس يعني بترية باورت مصاري أو تاير رضا باورت أي نعم هذا إطارات تاير إطارات السيارات تاير رضا ميزان لك تجاريك مصاري نعم خرق سوداء يعني وحيابه من ذو حرقه من ذو مصاري وضع لا ما يمدي من الذي يحفظ أولادنا من الذي يحفظ بيوتنا من الذي يحفظنا؟ الله سبحانه وتعالى. يا أولاد نحفظني يا عنقين نحفظني يا قريين نحفظني والله سبحانه وتعالى وكريم. نعم. من يعيد له هذا أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب. يا إنه بس علم كرا أقسام الناس. أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب. الأول وهو. تمام والثاني ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى والثالث أن السبب هو المؤثر بذاته وله تصرف خلف الكون بيد جلب المنافع الله يفتح عليك ولا نروح على الويديين يا يبص عليهم كراء وكل وسدح مت صحيحة هي مت شرك ير هي شرك وين كان صحيحة وين نقانايو وإني إنه السبب كعلى سبحانه شيء السبب وقد يقول إن عنه السبب قد يقنه كان لبعضنا واسك أسكر ويو وحن ألا السبب قد يقنه سبحانه وتعالى السبب قد يقنه كان سيد حادنا واحد ويان السبب كلفت إني إنه أمنه إنه يمكن علم كرو نعف جنا وكيني كرو ثانه واسك وين أكبر كها نعم الثاني طيب طلبات أقسام الخوف الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام قيبة اللوات وقيبة الخوف وعفسدة وقيبة سماء سدح قيبات الأول خوف عبادة وتعظيم وسر خوف عبادة وتعظيم وسر صرف لغير الله شرك أكبر مدى وقوه الرئيس وخوف عبادة هو
وخوف وينين يتعليم وي تا إلهي غيبك هدين له لحي سبحانه وتعالى وقالم أي شرك. يعني أن هذا الخوف صرفه لغير الله شرك أكبر. يعني خوف كان إلهي غيبك إلا لحي وشرك وي تخاف من الله هذه عبادة إلهي ما تبقى يستاسوا عباده وتخاف من الله لأنك تعظم الله إلهي بحكم سبحانه وتعالى محير ودويني نساء وتقارب من الله ولو كنت وحدك لأن الله يعلم السر وخفى إلهي بأتبغي سبحانه وتعالى محير لي حتى أذكر قال نقطه والله تبارك سبحانه وتعالى وحى قرصون يوحى مقنية صرف لغير الله شرك أكبر إلهي غير في اللول اللي يخوف النوع عصوك لو شرك أكبر. الثاني خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه العبد نوع اللباط وعبسي إسك الطبيعي وهذا يقوى أبورنا الخوف من اللصوص إن لقبق توجد من قطاع الطريق كور جدك قوية الخوف من النار الخوف إيش من النار دبحين لقبق الخوف من الأسد لباحين لقبق من الحيوانات المفترسة حيوانات كوحد لين لقبق هذا خوف طبيعي وعبسي الطبيعي جائز لا يلام عليه العبد وحبادي ما لا تصف. الثالث خوف محرم نوع أسد حاد وعبسي حرام الله قليل وهو الخوف الذي يؤدي إلى القنوط من رحمة الله وعبسيدك إني كرتائن لقب وستون حريصا سبحانه وتعالى أو طاعة المخلوق في معصية الخالق أمام مخلوقة إن هو أطيعه معصية الخالق سبحانه وتعالى يعني والد هذا قال له لا تصلي اليوم مع الجماعة وارد قفة من القبور يا موارد كذا ما أنت هل تكون جماعة يطيعه ما أطيع عيسى لا ميا إذن الخوف ثلاثة أقسام هذا عبسيد وسد حقيبوت خوف عبادة وتعظيم والسر صرفه لغير الله شرك أكبر خوف ومد عبادة يوينين لا غير في إلا اللي حيانوا وقالموا خوف جائز خوف من النصوص من قطاع الطريق هذا جبلي خوف هو خوف اسك طبيعي جبلي عبوري ويانو حداد لطي ما داي لما لها إن أتكعب كبغض النصوص يعني توجد أوكالي إيوا حددك ديلا أوكالي خوف من الحيوان مفترس حيوانات كوح ديلا أوكالي لقبقه الثالث خوف محرم نوع سد حاد ونوع خوف عن بنانين وحرامته وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق وعبسيدة كيني كرتا إن تقوصة حريثة سبحانه وتعالى أما عبسيدة إن المخلوق قوة طيعضه وحا عسيان عسيان خالق سبحانه وتعالى من يعيد لي هذه الأقسام الثلاثة سد حدا قيبود يا يبسو يعلن كرة نعم الأول خوف عبادة وتعظيم والسر صرفه لغير الله شرك أكبر الثاني خوف جائز والثالث خوف محر الله يفتح عليك نعم ولا الخوف لو يديه خوفك ما يقوقي بالسماء سدح ويقوقي بالسماء بدنا وخوفك وتعظيمك أخ وهدي إلهي غيث الله لك سبحانه وتعالى أي كفر قال لما تهي نوع الله بعض الخوف أنه ينتطبق ضوء حيوانات كوحد لا متسوقة مقطع وطرق ذا خوفنا وخوفك